أهلا ومرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. النهاردة وكذا تكملة للفيديو الأول اللي تكلمنا عليه على ملكك الحارس، حنتعرف على ملكك الحارس لكل برج. حنبدأ ببرج الحمل واللي أسماء ملائكته الحارسين لكم، وهم كمايل وسامويل وكمايل. إن رئيس الملائكة لجمايل الذي يعني اسمه من يرى الله، مهمته أن يساعد الناس على مسامحة نفسهم مع نفسهم وتسامحهم مع الآخرين وتحرير نفسهم من الماضي. يشرف رئيس الملائكة كمايل الذي يحكم الكوكب المريخ على علامة برج الحمل الفلكية، ويومه يوم الثلاثاء، لذلك يتمتع بقوة كبيرة وسلطة هائلة على الأشخاص الذين ولدوا بين 21 مارس و 20 أبريل. نيجي دلوقتي لملاك الحارس للثور اللي هو اسمه هاجيل. الأشخاص الذين ولدوا بين 21 أبريل و 20 مايو يشرف عليهم رئيس الملائكة هاجيل الذي يحقق لهم الاستقرار المالي في الحياة. يستحضر رئيس الملائكة هذا صفات الموثوقين والتطبيق العملي، وهي الصفات السائدة بين السكان الأصليين لبرج الثور. يحكم هاجيل الذي يعني اسمه نعمة الله كوكب الزهرة في يوم الجمعة، وكذلك الفضائل والإمارات تصدقه وتصادفه بعض السلطات من بين رؤساء الملائكة العظام. يمكن أن يتوسط هاجيل، وهو أيضا رئيس الملائكة للعلامة الفلكية للميزان، في عدد من العلاقات مثل الأسرة والصداقة والحب لإنهاء الخلافات وتمضيد يعني تضميد الجروح وتكوين الصداقة ولم شمل العشاق. نيجي دلوقتي لبرج الجوزاء وملاكه الحارس اللي اسمه رافائيل. رافائيل أحد رؤساء الملائكة الأربع المعروفين بقدرته على الشفاء للبشر والحيوانات، يشرف على العلامة الفلكية للجوزاء. اسمه يعني الله يشفي. يتدخل في مجال الاتصال ويعرف أيضا باسم حامي المسافرين. يفضل رئيس الملائكة رافائيل الشخصية الاجتماعية لعلامة الجوزاء، أي أولئك الذين ولدوا بين 21 مايو و 21 يونيو يمكنهم استدعائه لمساعدتهم على تكوين علاقات يعني تكون عندها مناعة وكمان عندها تناغم. ملك الحارس لبرج السرطان اسمه جبرائيل، واللي هو جبريل. رئيس الملائكة جبرائيل الذي يعني اسمه الله قوتي، هو الرسول الإلهي، يعني مجاله هو الحب، ويشارك أيضا في العلاقات الأسرية، الوالدين والأطفال والتبني، الحمل، الفن، الكتابة والقدرات خارج الحواس. إنه أحد رؤساء الملائكة الأربعة الرئيسيين، حيث من المعروف أنه أعلن يعني هو اللي يعني توسط به ربنا عند سيدتنا مريم رضي الله عنها في مجيء يعني النبي عيسى عليه السلام. كمان جبريل هو رئيس الملائكة لسكان السرطان الأصليين، الأشخاص الذين ولدوا بين 22 يونيو و 22 يوليو، من أولئك الذين يرغبون في رعاية أحبائهم مما يمنحهم وضعا ماليا مريحا. الملك الحارس دلوقتي لبرج الأسد. رئيس الملائكة ميخائيل، المسمى أيضا ميخائيل أو ميخائيل، هو أحد رؤساء الملائكة الأربعة الرئيسيين المذكورين في الكتاب، يعني عند المسيح وعندنا كمان يعني عند المسلمين، والذي يعني اسمه من يشبه يعني الصفات الحميدة. هو رئيس الملائكة المرتبطة بالعلامات الفلكية لجميع الأشخاص الذين يكون تاريخ ميلادهم بين 23 يونيو و 22 أغسطس. لهذا السبب على ما يبدو
غالبا ما يكون سكان البرج الأسد، يعني أصحاب برج الأسد الأصليين كرماء ومتفتحين، ومع ذلك فإن أولئك الذين يتوفون أو يتقوتون أو يعني يسعون للبحث عن الحقيقة، أو الذين يحتاجون إلى الحماية الإلهية لرعاية البشر، يعني دايما يسعوا لمساعدة الناس، والناس دايما تسعى لتدخلهم في حياتهم لكي يساعدونهم. دلوقتي الملاك الحارس لبرج العذراء واللي اسمه رافائيل، يشرف رئيس الملائكة رافائيل أيضا على العلامات الفلكية للعذراء والجوزاء، لكن بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا بين 23 أغسطس و 22 سبتمبر يتدخل رافائيل في المجال الفكري. يحكم رافائيل كوكب عطارد وفي اليوم الأربعاء، يعني كل يوم الأيام اللي بذكرها هنا للملكك الحارس هي الأيام اللي عندك حظ فيها أكتر. فبرج العذراء يوم الحظ بتاعك يوم الأربعاء، يشرف على العلامة الفلكية للعذراء، ومن المعروف أنه يجذب الكفاءة ويغرس الروح التحليلية في أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة، يعني حاجة كويسة جدا. عندهم روح نادرة أصحاب برج العذراء، هم روحانيين كتير، يعني بيتعمقون في الأفكار وفي في الأعمال الروحانية وفي الحاجات دي. جاء وقت نعرف ملاك الحارس لبرج الميزان دلوقتي، وهو هاجيل الذي يشرف على العلامات الفلكية لبرج الثور، بحكم أيضا يعني يحكم أيضا الأشخاص الذين هم من برج الميزان، أي الأفراد الذين ولدوا بين 23 سبتمبر و 22 أكتوبر. وبالنسبة لأصحاب برج الميزان الأصليين، يتدخل رئيس الملائكة هاجيل في مجال الانسجام. دلوقتي ملاك الحارس لبرج العقرب اسمه جميل أو أرزائيل. أيضا الأشخاص الذين ينتمون إلى برج العقرب تملك حماية، يعني يديك يمدك بحماية، لكن بالنسبة للبرج العقرب فإن تدخل رئيس الملائكة كاميل يساعد كثيرا في مجال فهم الحياة. عندكم حب استطلاع للحياة، لكل حاجة مبهمة تخص الحياة يعني قدامهم. يتمتع الأشخاص الذين ولدوا بين 23 أكتوبر و 22 نوفمبر بخصوصية عندهم إرادة خاصة، إدارة يعني الحاجات مرتين، والتاني هو الرئيس الملائكة عزرائيل، وهو ملاك راعي، يعني يرعى بحكم كوكب بلوتو، فهو يرعى يعني يسعى إلى رعاية صاحبه في زي ما نقول إحنا من جميع الحاجات اللي حتيجي في طريقه. الملاك الحارس للبرج القوس واللي هو تساتكيل، هكتب لكم في صندوق الوصف كل أسماء كل برج واسم الملاك الحارس بتوعه عشان ما تنسوش. فرئيس الملائكة تساتكيل هو كمان رئيس الملائكة من برج القوس، وهو رئيس الملائكة كمان، يتدخل مع من يدعونه ليقدم أو يدعمونه ليقدم لهم العون والمساعدة في ازدهار أعمالهم ومشاريعهم. نيجي دلوقتي لبرج يعني لبرج الجدي، ملاكه الحارس اللي هو جوفيل، وهم يعني لأصحاب مواليد ما بين 23 ديسمبر و 20 يناير. فالشخص اللي يعني اسم جوفيل معناه جمال الله، يعني الله يحب الجمال وهو جميل، يتدخل في مجالات المسؤولية ويرتبط بالبهجة والجمال الداخلي، كما أنه يساعد من يدعونه لمواجهة الأوقات الصعبة. الملاك الحارس لبرج الدلو اللي هو برج أوربل وكاسبيبل، بعدين هكتب لكم الأسماء زي ما قلت لكم. مثل سكان برج يعني مثل أصحاب برج العقرب الأصليين الذين يفضلهم رؤساء الملائكة كمائيل وأرزائيل، فإن أولئك الذين ولدوا بين 21 يناير و 19 فبراير لديهم أيضا رؤساء ملائكة لعلامتهم الفلكية. من المعروف أن رئيس الملائكة أوريل
رابع رؤساء الملائكة الرئيسيين، يشعل نار الحكمة والذكاء الشخص الذي يعني اسمه نور الله. يحكم كوكب أورانوس وهو مسؤول أيضا عن الشمال. رئيس الملائكة كسائيل، يعني نقدر نقول كمان أرزايل، هو ملاك راعي يحكم كوكب زحل، ويوم الحظ بتاع أصحاب برج الدلو هو يوم السبت. يعني استغلوا كل أيام السبت في قضاء حاجاتكم عشان فيها يعني انفراجة وأبواب مفتوحة في وشكم، كما أنه مسؤول عن قيادة سكان قيادة أصحاب برج الدلو الأصليين، يعني اللي تولدوا ما بين 21 يناير و 19 فبراير. نيجي دلوقتي للبرج الأخير وهو برج الحوت، وملكك الحارس هو تسد كيل. ليس فقط سكان القوس اللي عندهم يعني الملاك تسد كيل، فأصحاب برج الحوت كمان، وهو رئيس الملائكة رافائيل الذي يشرف على كل من العلامات الفلكية للجوزاء والعذراء، يحكم بحكم أنه يعني ليس فقط للسكان أو ليس فقط لأصحاب برج الحوت، بس عندي أيضا أولئك الذين ولدوا بين 20 فبراير و 20 مارس. لكن بالنسبة لأصحاب العلامات الفلكية لبرج الحوت، فإن رئيس الملائكة تسد كيل يجلب البهجة، عشان كده بنشوف يعني أصحاب برج الحوت دايما بيمزحوا كتير وسعاد، يعني يحبوا السعادة، يحبوا الفرح، يحبوا الاندماج مع الناس وعمل الخير والمساعدة والحاجات دي. تماما يعني مثل ما ملائكة الحارس المرتبطين بكل علامة فلكية من أجل إرشاد يعني أصحاب الأبراج الأصلية. يحترم رؤساء الملائكة على الرغم من أنهم ينتمون إلى مجموعة أعلى هرما من الملائكة، إرادتنا الحرة للاستفادة من مساعدتهم وتوجيههم، فنمنحهم الفرصة للتدخل من خلال استدعائنا لهم. فالملائكة وعندهم قدرة كبيرة، فهم بحكم ربنا سبحانه وتعالى مش مديلهم القدرة على أنهم يتحكموا في حياتنا، لأ، بيستنوا أننا إحنا نستدعوهم عشان يدونا إشارات ليساعدونا، عشان يساعدونا في حاجات كتيرة في حياتنا، زي ما ذكرنا يعني تخصص كل ملاك لكل برج. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو في الاستفادة بمعلومات أخرى قيمة وكرسائل أو كمعلومات عن ملاكك الحارس، ما تنساش أنك تكتب لنا في التعليقات رأيك ورغبتكم في أننا نعمل فيديوهات زي الفيديوهات دي مستقبلا. شكرا لاستماعكم ولانتباهكم، وإلى الملتقى. مع السلامة.